على مدار الموسم الحالي مر العديد من النجوم العرب والمغاربة في الملاعب الفرنسية لأزمات متتالية، بداية بالمنع من الصيام خلال شهر رمضان وصولاً إلى استبعاد أحدهم بشكل نهائي. آخر الأسماء المنضمة للمتضررين المغاربة من التعنت الفرنسي هو زكريا بوخلال، الذي تم استبعاده بشكل رسمي من تدريبات ومباريات نادي تولوز. فما هي القصة؟ شهد الموسم الحالي العديد من الأزمات خلال الفترة الحالية فيما يخص اللاعبين المغاربة والعرب في الملاعب الفرنسية في ظل حالة غريبة من التعنت، ووصل الأمر ذروته خلال شهر رمضان المبارك عندما منع عدد من المدربين اللاعبين العرب والمسلمين من الصيام خلال أيام المباريات مهددين إياهم بالاستبعاد. وبالفعل تضرر عدد من اللاعبين على إثر هذا الأمر، إذ غاب عدد منهم عن المباريات نتيجة الاستبعاد لتمسكهم بالصيام، قبل أن يعزز الاتحاد الفرنسي هذا القرار ببيان رسمي يمنع الحكام من إيقاف المباريات لإفطار الصائمين. وخلال الأيام الماضية استمرت أزمات اللاعبين العرب والمسلمين في الملاعب الفرنسية بعدما رفض عدد من اللاعبين المشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي. الرفض جاء لكونها الجولة الداعمة لطائفة مخالفة لتعاليم الإسلام والعادات العربية، وهو ما رفضه تماماً هؤلاء اللاعبين، ما تسبب لهم في عدة عقوبات. ومن بين اللاعبين الذين تعقد موقفهم تماماً مع ناديه هو زكريا بوخلال، لاعب نادي تولوز، الذي توج مؤخراً مع ناديه ببطولة كأس فرنسا على حساب نادي نانت الفرنسي. بوخلال يعتبر أبرز العناصر التي شاركت في الموسم الحالي مع نادي تولوز في الدوري الفرنسي، وكان له دور كبير فيما وصل إليه الفريق وتحقيق لقب الكأس. ودخل بوخلال في العديد من الأزمات التي تفجرت بعد رفضه المشاركة في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي لرفضه المشاركة في حملة الدعم. وخلال الساعات الماضية أعلن نادي تولوز الفرنسي استبعاد زكريا بوخلال من المباريات والتدريبات كذلك بشكل نهائي حتى نهاية التحقيقات التي يخضع لها